الله يمسيكم بالخير اخواني واخواتي. سؤال مهم سألني اياه واحد من ربع اليوم، قال لي حسن هل مطلوب مني اذا وصلتني اي رسالة عبر الواتساب اني على طول ارد حتى لو كنت مشغول، حتى لو كنت مثلا مع اهلي، حتى لو كنت مثلا مع في اجتماع وانت بعث لي رسالة، هل مطلوب مني لازم ارد عليك الحين؟ طبعا المفروض ارد، لكن السؤال الاهم متى ارد؟ صح، انت لما تبعث لي رسالة المفروض ارد عليك، ايش ما كان نوع الرسالة مفترض ذوقي اني ارد عليك، بس هل المطلوب مني الان وانت تبعث لي الرسالة لازم ارد الان؟ في نقاش مع بعض الاصدقاء لقيت ان البعض منهم او الاغلبية يقول لك حسن انا ارد وقت ما اكون انا فاضي وظروفي تسمح، لان انت بعثت الرسالة بعث لي في الوقت المناسب لك، فمطلوب مني أنا أرد عليك في الوقت المناسب لي. واحد. اثنين، الرسالة المكررة اللي تجينا كثير من جروبات متعددة هذه أيضا مشكلة ثانية. يعني يجيك الخبر مثلا أو صورة، تفتح الجروب الثاني نفس الصورة، الجروب الثالث نفس الصورة، الجروب رقم 20 نفس الصورة، فيقول حسن طب هذه يبي لها حل، شو نسوي؟ خاصة إذا الشخص مثلا عنده كذا جروب وأنت مشترك معاه في كذا جروب، فيبعث لك رسالة هنا وهنا وهنا وهنا. وبعدين النقطة الثالثة أيضا، الرسائل المزعجة اللي تجيك كل وقت، وفي ناس متفرغين فاضين، يبعث لك رسالة الصبح ورسالة الظهر ورسالة العصر ورسالة المغرب ورسالة في الليل، وتفتح الرسالة محتواها عادي جدا عادي جدا، يعني ممكن ما تبعثها، مش ديك الضرورة. صح أنا محتاجين نتواصل بالكلمة الطيبة بالدعاء بكذا شيء طيب، أقول لك لا، بس ساعات لما تفتح الرسالة تلقى محتواها ما أدري ما أعرف. ففي شغلات والشكل إحنا ممكن نراجع نفسنا قبل ما نرسلها، وقبل ما نرسل حتى نشوف الوقت. يعني مش معقول الساعة 4 الفجر تبعث لي رسالة، ولا 2 الفجر تبعث لي رسالة، ولا وقت مثلا القايلة مثلا قاعد مع أهلي مع عيالي على الغداء تبعث رسالة. في أوقات حتى محددة نختار فيها متى نبعث الرسالة وإيش المضمون راح أبعثها لك. لا تبعث أي شيء يوصل لك، في أشياء فيها شائعات، في أشياء مش مهمة، في أشياء قد تكون مخلة بالأداب، أشياء تشوفها حتى قد تكون فيها نوع من الكذب، خبر كذب مفبرك الشكل اللي يبعثونه لك عشان ترسله. انتبهوا والراعي ظروف الآخرين، ومش معنى الصح أن أنا لازم أرد عليك الحين، لا أنا برد عليك لكن مش الحين، والخطأ أني ما أرد حتى لو عقب. طالما بعثت لي رسالة لازم أرد عليك في الوقت المناسب لي، مثل ما أنت بعثت لي في الوقت المناسب لك. كانت دردشة مختصرها هذا اللي قلت لكم.